اهم شيء الواحد يعرفه قبل ما يقرر انه يسوي رياضه هو ايش الرياضه اللي حيسويها، وهل اذا هو يقدر، يعني اهم شيء لو عنده اصابه من قبل او عنده مشاكل في جسمه، اهم شيء يعرف ايش الرياضه اللي تناسبه قبل ما اي واحده تكون ترينر. اول شيء لازم تاخذ كل السيرتيفيكيشنز وكل الشهادات اللي تحتاجها للتدريب، والخبره مره مره ضروريه. الاختيارات شو بدها تكون؟ تكون نابغه مشهوره من وراء شيء انجزتي او اجمل امراه في العالم؟ أبغى أكون نابغة وعشان أنجز شيء وأنشهر بي. شاطرة.